خلاص يلا فتحت ستارت، دخلت على الاكسل. بعد ما دخلت على الاكسل اولا لازم تسال نفسك سؤال، انا هكتب الشيت ده عربي ولا انجليزي؟ فالورقه اللي معاكوا دي عربي، فالطبيعي اي بي سي دي او الاتجاه لازم يكون فروم رايت تو ليفت، فروم رايت. فاكرين احنا في الوورد كانت بنعمله منين؟ مش في الوورد عندنا كنا بنعمله من العلامات دي، خلاص كده. الاكسل معنا عندنا نفس العلامات دي، بس هنا العلامات دي ما بتعملش كده، دي خاصه باللغه العربيه والانجليزيه، لكن انا بتكلم على اتجاه. فبالتالي اول الف ب تفتح شيت اكسل، هكتب الورقه دي عربي، هدخل جوه تاب اسمها بيج لي اوت، ومنها بختار الاداه دي يا جماعه شيت رايت وليفت دي في الاول كده، هضغط عليها مره واحده بس كده هيجيبهم لي فروم ليفت تو رايت، هضغط عليها مره ثاني تبقى رايت تو ليفت. من بيج لي اوت، خلاص يا جماعه وادي اهو رايت تو ليفت تو ليفت رايت، دي كده الف ب. طيب خلاص انا قررت ان هكتب من اليمين للشمال. طيب بدات اكتب، طب اكتب منين؟ قال لي عادي اقف هنا في الاول واكتب. طيب ما ينفعش اكتب من... طب يعني مش اي بي سي دي هتطبع معايا؟ قال لي لا 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 لا، اي بي سي ولا 1 2 3 دول هيطبعوا، دي ما يعني ما هي يعني ما لهمش لازمه الا بس ان هو يعرفك انت واقف فين في السل اي كذا اي 1 اي 2. يعني لو بدات من هنا عادي، عادي، ايه المشكله؟ خلاص طب انا هبدا من هنا مفيش مشكله. طب ينفع ابدا من الاول؟ ابدا من الاول، يعني متاح معاك اي شيء. بدات اكتب عادي جدا، عايز احدد الشيت كله قبل ما اكتب، ورحت ظابط حجم الخط خليته مثلا 12 14 زي ما انا عايز. بدات اكتب مثلا ادي ميم مسلسل، بتحرك بالاتجاهات يا جماعه، بتحرك بالاتجاهات، ولو عايز انزل تحت بدوس على انتر. خلاص ممكن برضه بالاتجاهات وبالاتجاهات برضه، يعني معاك دي ومعاك دي. خلاص ادي اسم، خلاص العميل، خلاص تمام رباعي. ملاحظين ان هو في الورقه معاك وموسع، خلاص كده. في الوورد عندنا، في الوورد عندنا لما كنا بنرسم جدول حضراتكم كنتوا مذاكرين، كنت ممكن بصوا كده، مش كنت بوسع من هنا اظبط في الاكسل نفس الكلام، بس تعدل فين؟ ما بين الحروف يا جماعه، ما بين الحروف، يعني شايفين الفاصل بين الحرف والحرف؟ لو عايز اوسع، يعني انا بكتب دلوقتي في العمود بي صح كده؟ فباجي عند الفاصل هنا اوسع، ولكن في علامه المفروض هي تبان لي هنا اللي هي علامه الريسايز دي، يقول لك لا مش هتبان طول ما المؤشر بينبط كده، بيعمل فلاشنج كده. طب اعمل ايه؟ اضغط بره في اي مكان بعيد، اي مكان، اضغط كليك كده معايا، اي مكان هنا هنا هنا، وروح بالماوس هنا معايا، شايفين الماوس ما شكله ايه؟ عشان ما تجيش تسال بعد كده تقول لي طب هي مش كده ليه؟ اهو رحت موسع اهو. كويس؟ طول ما المؤشر جوه الخليه والله لما تكون مين؟ خالص. خلاص؟ لكن اهو دوس بعيد، وسع تحت، وسع فوق، براحتك خالص. وطبعا خانه الاسم لازم تكون كبيره شويه. جيت اكتب تاريخ التعيين، لاحظت ان هي طلعت بره العمود، هو هنا في الورقه معاك وعامل لها ايه؟ كاتبها على سطرين داخل الخليه صح؟ انا الطبيعي لو جيت كتبت مع حضراتكم كده تاريخ ودوست انتر هيعمل ايه؟ ينزل خليه تاني. طب شفت؟ ممكن تاريخ شيفت انتر، لا ده طلع فوق شيفت. تمام. طب ايه الحل؟ وسع، اديني وسعت والله هو. لا طب ايه الحل؟ قال لا الحل موجود، قال لي ان انا عندي خلاص بعد ما لما تكون الكلمه بره الاطار الخارجي وانت عايز تعمل لها سبليت تقسيم على خليتين، على جزء، على سطرين يعني جوه الخليه، مفهوم يا جماعه؟ في عندي من هوم اداه اسمها راب، والدبليو هنا سايلنت، راب تكست. راب تكست دي بيعمل لي ايه يا جماعه؟ بيعمل لي التفاف النص داخل خليه واحده. يعني بصوا في الشكل في الصوره باينه قدامكم ايه؟ ها اهو بصوا كده اهو. مش صعبه خلاص كده؟ لو انت وسعت ايدك بالظبط. بس خلي بالك لو انت وسعت كده، وسعت ورحت ضغطت عليها والله لما تكون مين؟ لا قصدي لو وسعتها في السل ده مش ممكن خالص اهو. بص من غير ما اعملها اهو، بص لا واحده بس يعني حته صغيره يعني؟ ما انا لما اوسع بيوسع الكل. ايوه ما هو نفس الكلام لما نزل هنا نزل على اسم عميل. ايوه فالحل ايه؟ فانا لازم يكون المساحه صغيره واروح اعمل كده سبليت اهو. خلاص يبقى انا عندي حاجه اسمها سبليت سيلز يا جماعه. ماشي كلامك صح، بس هو في الورقه على حسب المطلوب.
مش معاك الورقه ولا ايه؟ طيب خلاص ممكن انا موزع الورقه دي عليك وليه؟ ماشي عشان الحر بس. طيب في عندي اختها تحت اسمها ميرج سيلز دمج، ايوه بتاع الاكسل بتاع الوورد ده، دمج الخلايا، بتحدد الخلايا وتعملهم ميرج فيبقوا خليه واحده، وهي نفسها لو ضغطت عليها تاني يعيد تقسيم الخلايا. يعني ما عندناش حاجه اسمها تقسيم خلايا، يعني ما عنديش حاجه اسمها الخليه دي تتقسم من النص، لا معانا عندي كده اهو، حدد ادمجهم اضغط عليهم، الموضوع مش صعب. بعد كده الوظيفه، رحت كاتب الوظيفه عادي جدا، رحت كاتب ملاحظات، رحت كاتب رواتب. اه حلو، ما انا عارف انا كاتبها غلط كده. طب انا كاتب ملاحظات غلط، ايوه انا ما انا مش عاملها وخلاص يا كهربا. ملاحظات دي لو انا اخطات فيها فانا عايز اعدل في حرف، فانا لو وقفت بالماوس كده كليك كده واروح داس على ميم راح اعمل ايه؟ راح مسح. قال لي التعديل في الخليه عن طريق الدبل كليك، عن طريق الدبل كليك اهو معايا يا جماعه؟ ايوه ادي ميم اهو، خلاص كويس كده. فبالتالي دبل كليك، دبل كليك عشان تعدل في الخليه اهو، دبل كليك. لكن لو انت عاوز تكتب كلمه مكان كلمه تاني تماما، بدل ما الرواتب اخليها مثلا ايه المهيه، فاكتبها على طول معايا. اللي انا عايز اوضحه لك، لما تكون عايز تكتب كلمه في مكان كلمه تانيه ما تمسحش وتكتب، لا اكتب على طول، وده يشيك عليك فيها في الامتحان على فكره. يعتبرها لك في الامتحان غلط. لا تاني معلش دي. تاني لو انت عايز تكتب كلمه مكان كلمه اوعى تمسح وتكتب، هي في الطبيعي بنعملها عادي، لكن في الامتحان يقول لك لا اوقف ها واكتب على طول. خلاص يا اخوانا؟ لكن لو تعدي الحرف زي ما انتم شفتوا. طيب بعد كده انا ملاحظ في الورقه مع حضراتكم ان الكلمه في وسط الخليه، في الورقه مع حضراتكم عادي انت ممكن تحدد كده سيادتك، وانا اقول زي ما قلت لحضراتكم انا بحدد من باطن الخليه. فاكرين ادوات المحاذاه؟ بس هنا الباشا راح ضايف لك شويه جداد، المحاذاه الاعلى، محاذاه الوسط، محاذاه اسفل، اليسار، الوسط، اليمين. كان في واحده هنا بتاعت الفقره مش باينه، لا جاستيفاي، مفيش فقرات هنا بتتكتب، ادي اهو ها ملاحظين؟ ظبطت اهو كويس كده يا اخوانا؟ طيب بدات اكتب ايه رقم لي من 1 لحد 10. الله طب ما مكتوب اهو، ما احنا قلنا لا يظهر في الطباعه، لا يظهر في الطباعه. في الوورد كان عندنا ايه؟ لا مش هيظهر في الطباعه، يعني اللي انا كتبته ده الخطوط ده وده ما يظهرش عندي في الطباعه. اتفضل عليك سلام يا دكتور. اتفضل يا حبيبي، ازي حضرتك يا دكتور؟ زي الفل الحمد لله، تمام 100 100، ربنا يخليك، شكرا. تمام. في الوورد احنا كان عندنا يعني ما شاء الله كنت بحدد كده يا جماعه خلاص، وبعد كده من هوم فاكرين اللي هي التعداد النقطي والرقمي اللي هي البوليتس والنمبرنج. لا الاكسل، الاكسل يقول انا يقول كده احنا اسهل من كده. الاكسل يقول لك لا يا سيدي احنا هنعمل لك فقره دلعني شكرا. ازاي بقى؟ قال لي انت مش هتكتب ولا واحد ولا اثنين ولا الكلام ده كله، انت بتكتب واحد وبتكتب اثنين وبتحدد التو سيلز، بضغط واسحب كده معايا، بس مش بسحبهم كلهم، انا بسحب اللي كاتب فيهم كويس، وباجي من الكورنر ده. العلامه دي شايفينها يا جماعه؟ العلامه دي اسمها اوتوفيل يا جماعه. شايفين الماوس بقى شكله ايه لما راح عليها؟ خلي بالك اهو، بضغط واسحب كده اهو، يا التغيير حصل ده خلاص لحد 20 مثلا. خلاص يا اخوانا تاني واحد يقول لي يا سيدي بص يا باشا بس انت بتدينا حاجات غلط. يعني اتقالت كده عادي، عملت كده يا باشا اقعد اسحب وادوس على اسناني. لازم احدد افتح اهو اكتب وانا متاكد هيحصل كده. لا وكمان واحد يقول لك لا ادينا اهو عملت ورحت جيت ساحب لقيتها هي اللي مشيت معايا. مين هي؟ لا لا انا باجي في الكورنر يا فندم. طب واحد يقول لك انا لقيت العلامه دي عندك هنا على الشمال، على اليمين. ايوه طبعا على حسب اللغه، لو انا بكتب عربي هتلاقيها على شمالك، لو بكتب انجليش اوكي اهو. خلاص يا اخوانا؟ طب هي ليه ما ينفعش ان انا ازود مثلا كل مره 5؟ عادي على حسب ما انت بتبدا، 5 10 معايا؟
ادي حددت الخليتين ورحت ساحب، فهو اوتوماتيكلي بيزود الفارق يا جماعه. يعني انتوا حضراتكم ايه هو الفكره في ايه؟ ان هو مش انا بديله سيستم وهو بيمشي عليه. اه يعني انا بكتب له 1 و2 دي مش معناها 1 و2 دي هو بيحبني فبيجاجب معايا. لا هو لا، ان الزياده هنا 1 كل مره. واخدين بال حضراتكم؟ لا. طب انا هتاكد ان انتوا ماشيين. طب انا لو كتبت 1 7 يبقى اللي جايه كام؟ كام؟ 14. صباح الفل. 13. ليه؟ ليه 13؟ زود 6. حد فاهم حاجه؟ طب تاني. طب لو 5 واللي جايه 1 يبقى اللي جايه كام؟ برضه انتوا تاني؟ سالب 3. مش بنقص كل مره 4؟ 1 ناقص 4 بيساوي ناقص 3 او ماينس 3. تمام. بدات اكتب عادي 1 2، وبعد كده رحت محدد دول ورحت ساحب ديه، وجيت مثلا كتبت لغايه 17 16 وانت معاك في الورقه لغايه مثلا 18. واحد يقول لك لا اصل المستر قال لنا ايه ما نعملهاش الا بكده. يا عم اكتبها بايدك، اكتب بايدك يعني ما فرقتش، مش لازم يعني تجود في الحته دي، جود في حته طويله خلاص. في حاجات في الاكسل جميله برضو، زي لما تيجي تكتب له ساتردي السبت، انت مش محتاج تكتب له الاحد ولا الاثنين ولا الكلام ده كله، انت لو سحبت خلاص هتلاقيه برضو. حتى لو جيت كتبت له عربي خلاص وجيت سحبت برضو نفس الكلام اهو. حتى لو جيت كتبت له شهور ميلاديه او هجريه او الكلام ده كله خلاص تمام. حتى وخلي بالك في حاجه، ان هو مش بيكتب لاسفل بس يا جماعه، يعني انت لو كتبت له سبت وجيت سحبت كده، انا بسحب بالعرض ها يعني، يعني على حسب. او لو جيت سحبت لفوق، طب لو فوق هيجيب لي ايه؟ جمعه. ما تتوقعش انه يجيب لك الحد فوق. لا يعني هو هيجيب لك اللي قبله خلاص. طيب الراجل ده كويس. طب بعد ما كتبت ايه اللي هيحصل؟ خلصت، لازم ابروز، لازم ابروز. ليه؟ لو جيت طبعت الخطوط دي لا تظهر في الطباعه، الخطوط دي بيسموها الجريد لاينز، دي لا تظهر في الطباعه. امال اعمل ايه؟ اه هي وهميه، الخطوط دي وهميه. يعني لو طبعت بصوا كده فايل وبرنت ها. طب انت برضو عايز تقول ايه؟ قال لي بص يا سيدي، تروح محدد كده سيادتك كده، امال ايه الخط اللي طلع ده؟ اه فاصل الصفحه. برافو عليك، فاصل الصفحه. بحدد كده، بضغط واسحب من الفاصل من باطن الخليه وانزل كده خلاص، وادخل من هوم، ادي علامه البوردر كانت في الوورد، كانت موجوده في الحته دي، اخترت اول بوردر اهو. وبعد ما تخلص ممكن برده كمان مره تاني اختار العلامه دي، شايفين دي يا جماعه؟ يعمل لك الخط كده من فوق ايه اسود كده بشكل لذيذ. حدد كده، لون. طيب لون سنتر. حاضر حالا اهو سنتر بالشكل ده، يطلع معاك شكل كده. ايه رايكم؟ طب اسال. طيب احنا عندنا هنا 6 خانات او 6 او 5 اعمده. اه لو انا عايز اضيف زياده ضيف ازاي؟ اهو هنا اكتب. طب هو كده هينقلني في صفحه تاني. تظبيط الصفحه في الطباعه. هي الطباعه، سيب لي نفسك. لا ازاي يعني؟ يعني انا في الطباعه بقول له ايه؟ ضيف لي، يعني هيصغر لك هو الخانات ويروح حاطط لك العمود معاهم اوتوماتيك من نفسه. يعني هو يصغر لك الخانات دي، يصغر لك حجم الخط من غير ما تاخد بالك، وتطلع لك ورقه واحده جايه جايه النهارده خلاص. طيب هديكوا كده خلاص. اسم العميل رباعي، ففي مثلا ايه، راح كاتب دي فدخلت في العمود الثاني، فراح سايب الحته دي وراح بدا يكمل هنا. طب ليه يعني؟ فعم الحاج ما احنا خدناها والله اهو خلاص كده. فدي خلي بال حضراتكم منها برضو، ان انا اوسع ودايق. طب واحد يقول لي برضو انا تاني اهو جيت اوسع ما رضيش يوسع، ليه يا جماعه؟ دوس بره كليك كده بس كده وظبط خلاص. ايه؟ فين؟ الحاجات اللي فوق؟ لا يا باشا ده كله ده ليه شغل. لسه بدري. وهمية؟ لا انت عندك ممكن تكون الشاشة بتاعتك كده. يعني ما يظهرش معاك، يعني اي بي سي ده ما يظهروش في الطباعه. نعم.
حاضر حاضر كله جاي كله جاي بعد الفاصل. طيب انا برضو جيت اكتب فرضا رحت كتبت مسلسل وباسم العميل خلاص يا اخوانا ونسيت ان انا اضيف خانه اسمها تاريخ التعيين. فبالتالي انا محتاج ان انا اتعلم دلوقتي ازاي اعرف ادرج عمود وادرج صف وادله عمود وادله صف. انا خدت ازاي اعرف ادرج شيت جديد صح مش من تحت العلامه دي اهو. وطبعا قبل ما اقول دول ما تنسوش يا جماعه اتجاه النص يا اخوانا قبل وبعد قبل وما تنسوش يا اخوانا تحسوا انه في ناس منكم خايفه تتكهرب في الاكسل والله ليه كده يقول لك مش عارف دي لما ادوس عليها كده واروح دايس بعيد تختفي. يا عم دوس عليها مرتين اهو تثبت خلاص تثبت معايا. طيب انا عايز ادرج عمود مثلا هسميه الرقم القومي حضرتك هتضيفه فين؟ قال هضيفه بين سي وبين دي. انت لو فكرت كده لحاجه بسيطه مفيش حرف بين السي وبين الدي ما هو سي دي. فبالتالي شيل من دماغك حته ان هو يعني يدرج عمود بين السي والدي. امال ايه اللي بيحصل؟ بتحصل عمليه عندنا بيسموها عمليه ازاحه. يعني لما اجي ادرج عمود بين السي والدي اللي جوه الدي يروح يبدل الكراسي مع الاي والاي يروح مكان الاف والاف يروح مكان ايه؟ الجي. طب برضو ازاي؟ لما يطلب مني ادرج عمود بين السي والدي احدد الدي يعني احدد العمود ايه؟ ها؟ الثاني ايوه وادخل من هوم اروح ضاغط على انسيرت او كليك يمين واعمل انسيرت. ممكن انت تحس انت ما لاحظتهاش بس هي في ثانيه حصلت. ده خد مكان ده وده خد مكان ده وده خد مكان ده. ثاني لما يطلب مني ادرج عمود قبل ايه؟ اروح ضاغط على الايه نفسه واروح اعمل كليك يمين وانسيرت. خلاص؟ لما يجي يطلب مني عايز ادرج عمود قبل دي اروح واقف على الدي. قبل الاي اروح واقف على الاي يعني هو اللي هيتحرك. بس هو يلخبطك فيها يقول لك ايه؟ انا عايز ادرج عمود بين السي والدي فتلاقي نفسك تتلخبط. طب احدد السي ولا احدد الدي؟ مين اللي هيمشي؟ الدي. يبقى اهو انسيرت اهو. خلاص يا اخوانا؟ اهو. طب لو عايز ادلت الديليت مش بيمسح الحرف ده بيمسح الخطوه اللي انت خدتها. يعني الازاحه يعني انا لما اجي امسح الاي عارفين ايه اللي هيحصل؟ ها حد كده يتوقع ايه اللي هيحصل؟ الكلام هيرجع تاني. يعني الاف هيرجع مكان ايه؟ ها؟ الاي ها؟ اهو كليك يمين ديليت اهو يا جماعه. خلاص يا اخوانا كده؟ تمام؟ طب عايز ادرج صف يعني مثلا كتبت مثلا محمد اهو وادي احمد. عايز ادرج اسفل محمد، محمد ده رقمه كام بره؟ 2 يعني بين 2 وبين 3 صح كده؟ احدد 3 واروح عامل انسيرت. انسيرت اهو ديليت. خلاص؟ يبقى اصل انتوا في الورقه اللي معاكوا الثانيه في ناس منكم نسيت تكتب 5.5% وفي ناس فيكم كانت يعني مخليها بالها عملت حسابها. طب على فرض ان انا اخطا انا عايز اكتب فوق الصف رقم 1 يبقى احدد 1 واروح عامل انسيرت. ها يا اخوانا خلاص كده الموضوع كده منتهي. خلاص اذا كان اعرف ادرج عمود وادرج صف ودلت عمود ودلت صف. ادلت عمود ازاي او صف ازاي؟ كليك يمين عليه واروح عامل ديليت. ده ما بيدلتوش ده بيمسح الخطوه. لو انت عايز تمسح اللي جواه بدون ما تحذفه دوس ديليت من الكيبورد. يعني اصل انت لو انا بقول لك انا عايز امسح اللي جوه عايز امسح عمود ايه نفسه اشيله خالص. حاضر كليك يمين وادي ديليت. راح ايه اللي حصل؟ ها؟ شاله الازاحه كله رجع مكانه الخطوه. لكن لو انا عايز امسح اللي جوه الايه من غير ما امسحه نفسه اروح دايس ديليت من الكيبورد. خلاص؟ ديليت من الكيبورد. باك سبيس تمسح اول خانه بص. لو انا علمت عليه كله. اه كله. تمسح اول خانه بس. فاحنا دايما بنشتغل بديليت. طب في الورقه اللي مع حضراتكم الثانية جينا نكتب 001 ما رضيتش تكتب صح؟ اهو ها صح كده؟ هو الراجل منطقي ليه يا اخوانا؟ دايما كده كده الصفر على الشمال ليس له قيمة. سالب 001 ايه؟ طب اجي اكتب بيانات موظف عندي سي مثلا رقم الهاتف كويس؟ ظبطها كده لم الدنيا خلاص.
او وسع مفيش مشكله عشان اكتب رقم الهاتف كبير 0 10 مش عارف 60 60 اي حاجه. ملاحظين حاجه؟ شال الصفر. طب انت عايز ايه؟ هو بيقول وهو ده طبيعي ان الصفر على الشمال ليس له قيمه فبالتالي هو بيشيله. طب ايه؟ طب انا طب هو مكتوب عندك اكتبه ازاي؟ بص يا سيدي احنا عندنا تنسيق اسمه تنسيق تكست. تكست التنسيق تكست ده لو انت اخترته يخلي الحاجه تتكتب زي ما هي. يعني مثلا واحد اسمه سكر مثلا جعران بيكتبها كده. حد شريكه مفيش حد مش هيعدل عليك خلاص كده. انا عايز نفس الكلام يا جماعه. انا عايز لما اكتب 001 يتركها زي ما فبالتالي يقول لك حولها كتكست حولها كنص. ازاي؟ قال لي قبل الكتابه حدد الخلايا اللي انت هتكتب فيها صفر ومن هوم في هنا جنرال شايفينها انزل كده فيها تحت خالص اختار تكست هوم شايفه هنا كان في جنرال يا استاذه كان في جنرال دي مكتوبه كده واخد بالك ومن هنا بختار تكست. بيقول لك ذا سيل از ديسبلايد اكزاكتلي از انترد يعني النص بيظهر زي ما انت كتبته بالظبط اهو. بص كده حضراتكم بالشكل ده. بس خلي بالك ده مش هيتجمع ولا يطرح ولا يتضرب لان هو باصص عليه ان هو كتكست يعني ما تدخلوش في عمليه حسابيه. نص هو ده هو حاليا لذلك حتى هو عامل لك عليه علامه خضراء. بيقول لك خلي بالك انا بعامله لك معامله نص معامله نص حروف زي كده برضو اهو. حدد سيادتك هو ياخد التكست ده على العمود بس على العمود اللي انت محدده اهو. يعني بص شايف ملاحظ ايه؟ واحد يقول لي اهو انا وقفت على دي وزي ما انت قلت خليتها تكست وجيت كتبت اهو 0 10 6 مش عارف ايه مش عارف ايه مشيت معايا زي الفل. جيت اكتب في اللي تحتيها ما كتبتش. يا سياده الباشا انا قلت لك حدد خدهم كلهم مره واحده وخليهم تكست على حسب ما انت هتكتب فيهم. يعني انا ما قلتلكش اوعى تعمل كده الشيت كله. لو عملت الشيت كله هتضرب الشيت كله تكست معناها مفيش اي عمليه حسابيه هتتعمل. واخدين بال حضراتكم؟ انا اهو انا بحدد اهو ومن هنا تكست اهو. ويوم ما يحصل معاك الشكل مثلا كتبت تاريخ تاريخ اي تاريخ اهو وظهر معاك بالمنظر ده معناه ان الخليه ضيقه الخليه ضيقه والمحتوى كبير. وسع وسع اهو ايوه اهو خلاص. ايه ده واحد ده واحد قال شوف ده مستر هيثم ده عامل لنا شفره شفره. يا عم وانا احنا داخلين نحارب يا عم الحاج ده احنا بنوسع خلاص. ظبط نفسك كده شوف كده الحاجات اللي هي الصفر دي اكتبها بحيث ان انا برضو هدخل على عمليات حسابيه دلوقتي.